وينضم إلينا للنقاش في هذا المحور حول الملتقى السوري السوري أيضا مشاهدينا الكرام من عين عيسى محسن أحمد قيادي في تيار التغيير السلمي. أستاذ محسن مرحبا بك. أستاذ محسن أهلا وسهلا بك. نعم، بداية نسمع وجهة نظركم فيما يخص هذا الملتقى، تقييمكم. نحن بالمبدأ مع أي خطوة حوارية بين أي طرف وطرف سوري آخر. الأزمة السورية المستعصية التي انطلقت منذ بدء الحراك الشعبي في آذار عام 2011 ولا زالت مستمرة، لا يمكن الخروج منها إلا عبر الحوار الوطني والحوار بين جميع الأطراف، بما في ذلك أولاً الحوار بين أطراف المعارضة لاتفاق على برنامج حد أدنى على أساسه يكون منطلق من أجل الخروج من هذه الأزمة. فنحن ندعم هذا الحوار وندعم كل الحوارات الأخرى التي جرت سابقا وسوف تجري لاحقا، ونحن دائما وأبدا سوف نشارك في جميع هذه الحوارات بغاية حل الأزمة السورية والخروج منها. نعم. طب كانت هناك يعني بعض الأهداف من وراء عقد هذا الملتقى بدعوة من مجلس سوريا الديمقراطية، أستاذ محسن، هل تم التوافق على أمور معينة؟ هلأ في غالبية المحاور التي تم طرحها إلى الآن هنالك نقاط تقاطع وتوافق كثيرة. نعم. في كافة القضايا التي يتم طرحها عمليا وفي الواقع الحقيقي عم يصير تقارب في وجهات النظر. لا يمكن انك انت تقول اننا سوف نتوافق من اللحظة الاولى او من الجلسة الاولى. فنحن كتيار طريق تغيير السلمي هذه اول مرة نشارك بها بالحوار في مسد بشكل رسمي. هذه المشاركة تعد الاولى لنا، بالتالي لا يمكن انه نحن نطلع باتفاق كامل. هذا الاتفاق هو على الاقل اليوم نضع لبنة اساسية لتوافقات اخرى مستقبلية. بكل الاحوال مسد هي تمثل قاعدة ديمقراطية لاطلاق هذا الحوار، وهي مشكورة جدا على دعوتها وهي تعمل جادة، وهذا مؤتمرها الثاني للخروج من هذه الأزمة السورية. نعم. والخروج من الأزمة يستدعي حوار وطني بالتأكيد هو أوسع، يعني يستدعي مؤتمر وطني عام، يستدعي حصول مؤتمر وطني عام يجمع كل أطراف المعارضة السورية الداخلية. حاليا هنالك جزء كبير من هذه الأطراف، ونتمنى في المؤتمر المقبل أن تكون هذه الأطراف كاملة في حضورها. نعم. طب هل تم تشكيل لجان متابعة؟ إلى الآن لم ينتهي المؤتمر، بالتالي لم يخرج ببيان ختامي ولا لجان متابعة، بس من الواضح أنه بعد شهرين سوف تعقد الجولة الثالثة من هذا المؤتمر. نعم. وحاليا يعني عم يناقش الفقرة الأخيرة اللي هي واردة تحت توحيد كلمة المعارضة، وتوحيد المعارضة السورية هو أمر يعني من الاستحالات بسبب الخلافات، حتى المعارضة السورية الديمقراطية بسبب الخلافات المبدئية في الرؤى. صحيح هي جميعها قوى ديمقراطية علمانية، لكن نظرتها الأولى إلى ما حدث في سوريا هي مختلفة. هنالك من يقول بأنها ثورة، وهنالك من يقول بأنه حراك شعبي، وهنالك من يقول بأنها ثورة مضادة، وهنالك من يعتبر أن هنالك هجمة فاشية شرسة قادتها تنظيمات جهادية إسلامية لخلق إمارات وكانتونات متعددة في سوريا إلى آخره. فالمنطلق الأولي للتفاهمات بين القوى الديمقراطية والعلمانية هي مختلفة. من هذا المنطلق هذا المؤتمر يقرب من وجهات النظر، وفي المؤتمرات الأخرى أكيد. لذلك فكرة توحيد المعارضة هي فكرة غير قائمة، على الأقل سوف نتفق على حد أدنى. نعم. ننطلق منه إلى مؤتمر آخر. نعم. طب بحسب بعض وسائل الإعلام النظام السوري كان قد رحب بهذا الملتقى على لسان الجعفري،
وهنا السؤال، هل تم التطرق لموضوع التفاوض مع النظام؟ طيب هذا أمر جيد جدا إذا النظام السوري رحب، يعني أكيد نحن ما رح نقول إلا أنه هي مبادرة حسن نية من قبل النظام، وهذا إقرار من النظام يعني بشرعية هذا العمل الحواري. ونحن ما نتمنى، يعني في النهاية عندما تتحدث عن مؤتمر وطني عام هو سوف يجمع كافة أطراف المعارضة من جهة والنظام من جهة أخرى، لأنه لا يمكن الخروج من الأزمة السورية الراهنة دون وجود النظام، هو أحد أطراف الأزمة. أنت عندما تتحدث عن أزمة فهذه الأزمة لها أطراف، هذه الأطراف هي المعارضة الوطنية الداخلية والنظام. فإذا كان النظام رحب فهذه مبادرة حسن نية ومبادرة تقارب من قوى المعارضة. ما يهمنا في الموضوع هو الخروج بسوريا الجديدة الديمقراطية العلمانية. نعم. طب بحسب القائمين على هذا الملتقى أستاذ محسن، يعني هو حوار سوري سوري فيه يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي وما إلى ذلك، هل تعتقد اليوم بأن السوريين قادرين على الوصول لحلول حيال الأزمة بغض النظر عن التدخلات الإقليمية والدولية؟ بالتأكيد السوريين أولاً لن يحدث اتفاق دولي حول سوريا، التناقضات الدولية هي في ازدياد دائم، سواء بين الفريق الروسي والفريق الأمريكي، يعني الصف الروسي والصف الأمريكي، سواء بين الصف الأمريكي والصف الإيراني والتركي، هنالك قضايا خلاف تزداد يوما بعد يوم في التعقيد. ومن يعتقد بأن حل الأزمة سوف يكون بتوافق دولي هو مخطئ، هذا التوافق لن يأتي أبدا. حل الأزمة والخروج منها هو بتوافق وطني ودحر كل الاحتلالات الموجودة على الأرض السورية. هذه الاحتلالات عندما تدحر وتطهر سوريا من كافة القوى الفاشية والجهادية الإسلامية، من الممكن فعلا أن يكون هنالك حل داخلي. بجميع الأحوال إذا أرادت القوى السورية الخروج من هذا المأزق، هي بالحد الأدنى عليها أن تسعى إلى مؤتمر حوار سوري سوري بين أطراف المعارضة يجمعها على حد أدنى مقبول تدخل به إلى مؤتمر عام بضمانة دولية. هذه الضمانة من أجل أن يقوم النظام بتنفيذ التزامات مقررات مؤتمر حوار وطني عام. نعم. أما أن نراهن على الخارج في حل القضية السورية، ما هي جنيف صلى من عام 2012 من 30 حزيران جنيف واحد، وما بعرف إلى أي جنيف، وإذا استمرنا رح نوصل إلى جنيف لا نهائي. هذا بيذكرنا بمؤتمرات لوزان اللي حصلت بالحرب الأهلية اللبنانية اللي ابتدأت بلوزان واحد ولم تنتهي، وفي النهاية كان الحل أنت بتعرف بالطائف للأزمة الوطنية اللبنانية. نعم. وفيما يخص لقاءات أستانا اليوم، حديث عن أن بعض مصادر المعارضة ذكرت بأن اللجنة الدستورية لن ترى النور في ظل عهد ديمستورا. ممكن إذا ما في إزعاج تجلي السؤال. نعم، يعني فيما يخص اللقاءات التي تجري خارج سوريا فيما يخص الأزمة السورية، أستاذ محسن كنت قد تفضلت بالحديث عن أنها لن تأتي بنتيجة. في آخر التطورات في هذا السياق اليوم، مصادر من المعارضة ذكرت بأن اللجنة الدستورية لن ترى النور أيضا في ظل عهد ديمستورا. بجميع الأحوال الأمم المتحدة تسعى جاهدة للخروج على الأقل بما يشبه يعني حفظ ماء الوجه، فعل بأضعف الإيمان عن تسعى جاهدة لتحقيق هذه اللجنة الدستورية. اللجنة الدستورية يتوافق عليها الروس والأطراف الدولية الأخرى والنظام والائتلاف الوطني وحتى ديمستورا المستقيل ومن سوف يليه، إلا أنه في الواقع الحقيقي لا يمكن القبول بأي دستور ممكن الخروج به. مقومات الدستور يتم الاتفاق عليها داخليا من مكونات وأثنيات وقوميات الشعب السوري. نعم.
وهذا التوافق يجب أن يكون توافقيا وليس انتخابيا على الدستور. عندما تتوافق هذه المكونات التي تمثل بقوى ديمقراطية وفاعلة على مستويات مختلفة من المعارضة الداخلية، ممكن أن تعرض في المؤتمر الوطني العام مسودة هذا الدستور على النظام ونرى ماذا هو فاعل بهذا الخصوص. نعم. وإلى أي تقاطعات ممكن أن نصل. بالنهاية الدستور لن يكون إلا توافقيا بين السوريين. أما نعم. حتى لو شكلت المعارضة وفدة ولو طلعوا واشتغلوا في اللجنة الدستورية، أعتقد بأن الأمر لن يكون مفيد. الأمر فيه الكثير من التسويف للوقت لا أكثر ولا أقل، على غرار جنيف 5 وجنيف 6 وجنيف 7، كل هذه الجنيفات كانت تسويف للوقت. نعم. في نهاية المطاف، ماذا حقق ملتقى الحوار السوري اليوم الذي سينهي أعماله في عين عيسى للسوريين أستاذ محسن؟ ملتقى الحوار الذي حققه أولا نتيجة إيجابية جدا جدا، ألا وهي هو لقاء قوى مختلفة للمعارضة السورية، هذا أولا. ثانيا هو يريد الخروج بتفاهمات في الحد الأدنى. هذه التفاهمات تمثل خارطة الطريق من أجل المؤتمرات اللاحقة. مؤتمر الحوار طرح موضوعات في غاية الأهمية، وكنت أنا أتمنى أن يطرح موضوعات أخرى. مثل ماذا أستاذ؟ تشكيل جبهة موحدة. نعم. مثل ماذا الاقتراحات المهمة؟ على سبيل المثال تشكيل جبهة موحدة. تفضل. نعم. تفضل أستاذ محسن. ماني عم بسمع، آسف. تفضل أستاذ محسن، كنت عم تتكلم، تفضل. أي أنا عم بقول لك على سبيل المثال كنت أنا أتمنى أن يكون أحد المحاور هي كيفية مقاومة الاحتلال التركي، أو تشكيل جبهة من كافة السوريين لمقاومة ومواجهة هذا الاحتلال والتغول التركي في الشمال السوري، مواجهة الاحتلالات الأخرى الموجودة إلى آخره. أنا بكل الأحوال إذا خرج هذا المؤتمر في مراحله العدة، هذا المؤتمر الثاني للحوار، إذ خرج في النهاية بتشكيل جبهة ديمقراطية سورية معارضة واسعة الطيف، فهذا يعد إنجاز تاريخي وهام في تاريخ سوريا. إضافة أنه تكون القوى الديمقراطية الموجودة بالشمال ممثلة أو على رأس هذه الجبهة، وعلى رأسها القوى السياسية الفاعلة في مسد. نعم. طب يعني فيما يخص، يعني لا يوجد اليوم أي نقطة مشتركة تم التوافق عليها بين الحاضرين؟ الاتفاقات كانت هي على الحدود الدنيا، بأن توافقنا على قضية الديمقراطية، قضية الدولة المركزية اللامركزية الديمقراطية تأجل الحديث بها بالدستور. توافقنا على معظم مقدماته، على معظم معطيات مخرجاته، يعني توافقنا على قضايا عدة. هلأ الأهم موضوعين تم بحثهم هما الدستور ووحدة المعارضة. وحدة المعارضة هو موضوع لا زال إلى الآن قيد البحث، ولكن في الحد الأدنى سنخرج على تفاهمات مشتركة تمثل خارطة الطريق. هذه التفاهمات تبنى على أساس ديمقراطي، هذا يعد بحد ذاته إنجاز. أنت ما تخيل أو تطلب من مؤتمر كالمؤتمر الموجود اليوم هو الخروج بتفاهمات صارخة وعالية إلى أدنى إلى أعلى حد. هذه القصة تحتاج حالة كفاحية واسعة ونقاشات هائلة، كذلك تحتاج إلى وجود كل أطراف المعارضة. يعني الموجودين في هذا المؤتمر يمثلون جزء من المعارضة السورية وليس كامل المعارضة السورية الداخلية. نعم. في نهاية المطاف أيضا سيكون هناك لقاءات أخرى أستاذ محسن بين الحاضرين، لربما في عين عيسى أو حتى خارجها أو في أجزاء أخرى من سوريا.
أنت عم تسألني إذا كان هناك أمل في عقد مؤتمرات أخرى؟ نعم. بناءً على ما تفضلتم. هلا توافق المؤتمرون على أن يتم عقد المؤتمر الثالث بعد شهرين من الآن، وسوف يضمن هذا الاقتراح في البيان الختامي الذي سوف يصدر عن المؤتمر. كذلك توافق المؤتمرون على وضع مواجهة الاحتلالات في البيان الختامي، وعلى العمل الجاد من أجل تشكيل جبهة ديمقراطية تؤمن بالتغيير، تسعى إلى التغيير السلمي التدريجي في المستقبل. نعم. أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة الكريمة، الأستاذ محسن أحمد قيادي في تيار التغيير السلمي، حدثنا من عين عيسى. مشاهدينا الأفاضل، نذهب إلى الملف الثاني من النقاش.